السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد وفي حصة جديدة. كما كتلاحظوا هنا يا إخواني أخواتي، أنا باقا معكم في الدرس ديال مورو فيربس اللي هي الأفعال الناقصة في اللغة الإنجليزية. فما ترددوش إخواني أخواتي، تخليوا لنا لايك، الله يجزيكم بخير، خليوا لايك باش الفيديو يطلع وباش الكل يشوفه وتتعم الفائدة إن شاء الله. فملي ما كديروش لايك، ملي ما كت يعني ملي ما كتحركوش لنا الفيديوهات، فتا شي حد بطبيعه الحال ما غاديش يشوفهم وغادي يبقى مختصر على جوج ثلاثه ديال الناس، ويعني والقناه ديالي غادي ترجع له وما غاديش نقدر نزيد للقدام، ما غاديش نقدر نعطي اكثر. اذا شكرا لكم اخواني اخواتي مسبقا. دابا غادي نمروا للدرس ديالنا اللي هو مودل فيربس، و واحد من بين هاد مودل فيربس اللي هو كان. كان امتى كنستعملوها؟ كنستعملوها دائما في البريزنت، كتستعمل في الحاضر. شنو هي كان؟ هي يستطيع او لا يقدر على فعل شيء ما. اذا بالنسبه للاستعمال ديال هاد كان، فما كيقتصرش فقط يقدر او يستطيع، فعندها بزاف ديال الاستعمالات اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله كل واحده على حده. إذن أول استعمال ديال كان هو ability or capacity. ability يعني القدرة، capacity يعني الاستطاعة أو القدرة، يعني عندهم نفس المعنى. فملي كنبغيو نعبرو على ability اللي هي الاستطاعة أو لا القدرة اللي هي capacity، كنقولو to be able to do something، يعني يستطيع أن يفعل شيء ما. To be capable to do something يعني يقدر أن يفعل شيء ما. Or not بطبيعة الحال، ممكن نقوله لا يقدر أو لا يستطيع أن يفعل شيئا ما. إذن إذا بغينا نقوله يستطيع أو تستطيع أو أنا أستطيع أو أقدر، نقول can أو لا can you. Maria can skate well. ماريا تستطيع أن تتزلج أو تستطيع أن تتزلج، يعني التزلج جاءت من فعل تزلج. To skate well، تستطيع أن تتزلج جيدا. Can you play tennis؟ هل تستطيع أنت أن تلعب التنس؟ هنا كنسولو واش انت قادر، هل انت تستطيع؟ Can you play tennis؟ إذا كان الجواب بيس، إذا كان الجواب بنعم، غادي نقولو Yes I can. Yes I can. إذا كان الجواب بالعكس No I can't. لا لا أستطيع. Maria can skate well. ماريا تستطيع أن تتزلج. إذا كانت ما كتقدرش أو لا تستطيع أن تسبح، تنقولو she can't swim. she cannot swim، لا تستطيع أن تسبح. إذن الاستعمال الثاني لي كان permission، لكن هنايا كما تلاحظون كتبت لكم هنايا informal permission، يعني ملي كتلقاو هاد الكلمة informal فكتعني اننا حنا يعني كنخاطبوا شي حد اللي كنعرفوه مزيان، شي حد من العائله، شي حد اللي ما بيناتناش وبينه يعني حواجز، يعني نقدروا نهضروا معاه بتلقائيه، كنستعملوا كان. ولكن الا بغينا نقولوا بيرميشن اللي هي نطلبوا بيرميشن اللي هو الاذن من شي حد اللي مثلا من المدير ديالنا ديال الخدمه او لا من شي حد كبير علينا في السن او لا، ما كنستعملوش كان بل كنعوضوها بكود. اذا بيرميشن او لا انفورمال بيرميشن اللي هي الاذن او الاستئذان، هنايا كنستعملو كان تو اسك فور بيرميشن، يعني كطلب الاذن او لا تو جيف بيرميشن، نقدروا نستعملوها باش نستأذنوا ونقدروا نستعملوها to give permission يعني باش تعطي الإذن، ونقدروا نستعملوا
العكس ديالها اللي هو كانت باش باش يعني ما كنعطيوش الاذن. Can I use your pen؟ هل استطيع ان استعمل قلمك الجاف؟ الجواب No you can't، لا لن تستطيع، او لا ما عطيتكش الاذن. لن تستطيع يعني ما عطيتكش الاذن. الى عطيتيه الاذن غتقول ليه Yes you can، you can use my pen، I give you the permission to use my pen، انا عطيتك الاذن باش تستعمل القلم ديالي. مثال ثاني Can we try these shows؟ Can we try these shows؟ هل نستطيع أن نجرب هذه الأحذية؟ واش نقدروا نستعملوا، نقدروا نجربوا هذا الحذاء أو هذا الصباط؟ هنايا كنطلبوا الإذن، we ask for permission. الجواب إلا كان حنايا نقدروا نقولوا ما نقدروش عفوا نقولوا no you can't، هاد السيد هذا ما عطاناش الاذن باش 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 نقيسوا الاحذيه. الا كان عطانا الاذن كيقول لنا yes you can، yes you can try these shoes، تستطيع ان تقيس هذه الاحذيه. مثال اخر او لاستعمال اخر لي كان possibility، possibility تعني الامكانيه. It's possible or not. It's possible to do something. يمكن فعل شيء ما or not. لا يمكن استعمال شيء ما اللي هي It's impossible to do something. لا يمكن فعل شيء ما. Smoking can cause cancer. التدخين يمكن أن يسبب السرطان. Smoking can cause cancer. We can see the sea from our window. يمكننا رؤية أن نرى البحر من نافذتنا. We can see the verb to see يعني نرى the sea اللي هو البحر from our window. إلا بغينا نعبروا على impossibility يعني عدم الإمكانية. You can't cheat in the exam. You can't cheat in the exam. لا يمكنك النقل أو الغش في الامتحان. This news can't be true. This news can't be true. هذا الخبر لا يمكن أن يكون حقيقيا أو صحيح. استعمال آخر لي كان هو request. Request وبي يعني بالخصوص informal request. Informal request هو الالتماس، ملي كنلتمسوا شي حد باش يقضي لنا واحد الغرض، ملي كنبغيو شي حد يعطينا شي حاجه او لا يدير لنا شي حاجه يعني كنطلبوه بالحاح، يعني كنلتمسوا منه الفعل ديال شي حاجه. ولكن هذا الشخص هذا كما قلت لكم ملي كنستعملوا informal يعني هو من المعارف ديالنا ولا من العائله ولا شي حد اللي ما بيناتناش وبينه حواجز. Can I have a piece of cake please? Can I have a piece of cake please? هل يمكنني اخذ قطعه من الحلوى من فضلك؟ Can you close the door please? هل يمكنك إغلاق الباب من فضلك؟ واش نقدر ناخذ واحد الطرف ديال الكيك من فضلك؟ واش تقدر تسد الباب؟ هنايا كنلتمسوا من شي حد
كنطلبوا شي حد باش يدير شي حاجه، يعني كنستعملوا هنايا كان فور انفورمال ريكويست. استعمال اخر هو اوفر. اوفر بالاخص انفورمال اوفر. اوفر هو فاش كتعرض شي حاجه على شي حد، بغيتي تعطيه بما حد الاراده ديالك شي حاجه لشي حد، اتس ان اوفر، العرض. وي كان لاند يو اور كار فور هوليداي. وي كان لاند يو اور كار فور هوليداي. يمكننا ان نعطيك سيارتنا في العطله. نقدروا نعطيوك او نسلفوك السياره ديالنا في العطله. Can I do shopping for you, mom? Can I do shopping for you, mom? هل يمكنني التسوق لك أمي؟ هنايا كنعرض على الأم ديالي باش ندير ليها، باش نتسوق ليها أو باش نتقدى ليها. وقلت ليها Can I do shopping for you, mom? مام هنايا تقدر تقول لي Yes, baby. أو لا Yes, my son. Or Yes, my daughter. هنايا كيعجبها الحال. Suggestion اللي هي الاقتراح. هنايا فاش كنقترحوا شي حاجة على شي حد، ملي كنقترحوا شي حاجة كنستعملوا كان. وعندنا واحد مودل فيرب آخر اللي يمكن نعوضوا به كان في suggestion هو shall. وباقي إن شاء الله غنعطيكم مثال بالشال. هنايا الشال راه تقدروا تعوضوا به هاد كان هادي، تقدروا ديروا هنايا شال في بلاص كان، عندهم نفس المعنى. Can we go on a picnic tomorrow? Can we go on a picnic tomorrow? هل يمكننا الذهاب في نزهة غدا؟ Tomorrow هي غدا، picnic نزهة. Can I come with you if you like? هل يمكنني المجيء معك إذا أحببت؟ If you like. إذن هنا كما تلاحظون هذه هي استعمالات the modal verb can. ترقبوا معي حصة أخرى ومودل verb أو فعل ناقص آخر إن شاء الله. شكرا لكم على تتبعكم، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الأصدقاء والأحباب والعائلة باش تعم الفائدة.